لو قلت عليها نكدية يبقى انت بتفتري عليها، وحتى برضو لو كشرت او ضربت بوز هيبقى دمها خفيف. باختصار كده هي دي انثى الجوزاء. اهلا بكم، اتمنى طبعا تكونوا بخير. في البداية سريعا كده، طبعا النهاردة هنتكلم عن انثى او فتاة او امرأة برج الجوزاء الهوائي، ولكن سريعا في البداية لو انت جديد عرفنا بنفسك عشان نرحب بيك، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك واضغط على زر الجرس اللي هيظهر لك عشان نفضل متواصلين مع بعض. وانا مثبت في اول تعليق وسايب في وصف الفيديو روابط قنواتنا الاخرى وطرق التواصل اللي حابب ان هو يعني يشترك فيها او يطلع عليها. ويلا بقى في البداية كده سريعا ندوس اللايك التشجيعي، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر قدر من الناس بدعمكم طبعا. يلا بينا. بنوتة او امرأة الجوزاء دي يعني حكاية ورواية كبيرة قوي. أولا هي عندها القدرة إن هي تدب الحياة في أي حاجة ميتة، يعني فرفوشة دمها خفيف قوي، عندها طاقة وباور كبير قوي، إيجابية في أغلب أو في كتير جدا من حياتها قوي، وده اللي بيميزها عن كتير جدا من بقية النساء. كبرج حمل، انا كبرج حمل انجذب جدا لانثى برج الجوزاء عامه، معلومه يعني ابراج الحمل عامه سواء راجل سواء ست تنجذب لبرج الجوزاء، سواء راجل سواء ست برضو، وايضا برج الاسد الناري. يعني معلومه على الطاير كده، بما ان بنتكلم عن برج الجوزاء يعني، وهو من الابراج اللي بيجذبني بشكل كبير قوي. تتمتع ايضا بملكه كبيره قوي، انها تعرف تدي لكل واحد برستيجه، يعني تعرف لو هي مرتبطة مثلا ببرج على سبيل المثال بيحب اللي يعظم فيه ويحب اللي يحسسه بمكانته وبنفسه، عندها القدرة او ان هي تعمل كده، عكس نساء تانية بيكون سبب رئيسي في فشل العلاقة حاجة زي كده، ان هم ما عندهمش القدرة انهم يعملوا كده. إذا على طول وإحنا بنتكلم عن شخصيتها تستشف من هنا إنها من أقدر النساء على النجاح بالعلاقة، لو كانت هي طبعا حاطة في دماغها وعايزة، متجددة جدا جدا لأبعد الحدود، مرنة سريعة التكيف، لبقة جدا، شيك جدا، وأنيقة جدا، وعندها القدرة طبعا، وعندها من سرعة البديهة والذكاء وطلاقة اللسان ما يثير إعجاب أي حد. وكطبيعة أي برج هوائي ما ينفعش معاها أبدا القيود، ما ينفعش معاها أبدا الخنقة. اللي بيسأل يعني وعايز نصيحة ازاي يتعامل او يقدر ان هو يحافظ على العلاقة مع انثى الجوزاء، ابعد عن الخنا، ابعد عن تقييد حريتها من الابراج اللي ما ينفعش ان انت تخنقها، من الابراج المتحررة، متحررة جدا، ومن اهم الشروط ومن اهم الثوابت اللي هي اصلا مفطورة عليها. فضولية، تأنف، تأنف يعني عندها حتة الاشمئزاز عالية شوية أو سريعة كمان شوية، رتم حياتها سريع جدا، يعني ممكن تشمئز من أي حاجة بسرعة. وأيضا من الأبراج اللي ذوقها عالي، الأبراج الهوائية عامة التلاتة سواء راجل أو حتى ست، أبراجه أو ذوقهم عفوا بيكون ذوق عالي جدا، ذوق راقي جدا، وذكائهم كمان بيكون ملفت جدا. مش عايز أطول عليكم، هنكتفي بالقدر ده. اللي نسي ان هو يدعم الفيديو ده بلايك يا ريت يدعمه بلايك، رجاء عايزين نوصله لاكبر قدر من الناس. واكتبوا لي ارائكم وكمان اكتبوا لي مشاركاتكم، ومحدش يزعل مني رجاء. انا مرضتش ان انا اطول في الفيديو ده عشان انا عارف طباع اصحاب برج الجوزاء او انثى الجوزاء بيملوا بسرعة، فما حبيتش ان هم يملوا مني، حبينا نكون يعني نتكلم بسرعة ونركز على الصفات المهمة اللي تهمنا. عرفوني بقى بنفسكم، انا عرفت كتير قوي منكم، واكيد حابب ان انا اعرف اكتر واكتر، وندعم طبعا طرق التواصل بينا. هتوحشوني.